فضيلة الشيخ وفقكم الله، رفع الصوت بالنسبة للإمام رفع الصوت بالنسبة للإمام في تكبيرات الانتقال هل يعد واجبا؟ اي نعم. وش الفائدة إذن؟ هو لأجل أن يسمعونه يتابعونه، إذا لم يسمعوه ما تابعوه حصل الخلل في المتابعة، لازم يسمعهم. والآن الحمد لله مكبرات الصوت تسمع القاصي والداني، وليتهم يقتصرون على تسميع من في المسجد. ها الحين يسمعون الحارات كلها والمساجد الأخرى ويشوشون على الناس، تجاوزوا الحدود في مكبرات الصوت، تجاوزوا الحدود في مكبرات الصوت. نعم.